حل في الموضوع ده. ركزوا معايا شويه، هقول لكم عن الخطه اللي هنتفق بيها على جوز ورجاله. الحمام هيهبط فراس جوز ورجاله، والفراخ هتخرج من ورا السور وهتعضهم، ودي هتكون البدايه. وبعد كده هنمثل عليهم اننا اتهزمنا، والاشاره هتكون صرخه مني. ساعتها هتجروا على زريبه البقر وهتسيبوا الباب مفتوح. اكيد الرجاله هتفتكر انها انتصرت وهيدخلوا مراكز السلم. هنا هنهجم عليهم. النصر للحيوانات.